بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 68. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا رجال في الإيمان ويرجع فيها بالنية بما يكون في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان، يعني بماذا تفسر الأيمان إذا حلف على شيء، فبماذا يفسر ويحمل كلامه، وماذا يلزمه تجاه هذا اليمين. أول شيء يرجع في ذلك إلى نيته، إلى نية الحالف، فيلزم بما نوى. فمثلا لو حلف لا يشرب لفلان الماء ونيته قطع المنة، نيته قطع منة هذا الشخص عليه، فإن اليمين لا تقتصر على الماء بل تتناول كل ما فيه منة من هذا الشخص، فلا يأكل له طعاما ولا يلبس له ثوبا ولا يركب له سيارة ولا يسكن له بيتا، كل ما فيه من اليمين على الماء فقط، لكن نيته قطع منة هذا الشخص، فكل ما فيه منه يدخل في اليمين. فالعبرة بعموم النية لا بخصوص اللفظ. هذا مثال يرجع فيه إلى النية ولا ينظر إلى اللفظ فقط. لو نظرنا إلى اللفظ قلنا لا يحنث إلا إذا شرب الماء الذي لفله، ولكن نيته قطع منة هذا الشخص عليه فلا يستعمل له شيئا أبدا، فإن استعمل له شيئا لزمته الكفارة لأنه خالف اليمين. هذا معنى قوله يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ بهذا الشرط. نعم. لو حلف لا يأكل لحما، فلو مشينا على ظاهر اليمين أنه يحنث بجميع اللحوم، ولكن هو قال لا أنا ما نويت جميع، أنا أنوي لحم البعير، فنقول لا تحنث إلا إذا أكلت لحم البعير، أما إذا أكلت سمك أو لحم غنم أو لحم بقر أو أي لحم أو لحم طيور لا تحنث، لأنك ما نويت العموم وإنما نويت الخصوص هو لحم البعير، فنيته تخالف ظاهر اللفظ، يصدق في هذا، فلا يحنث إلا إذا أكل ما نوى، أما إذا أكل شيئا لم ينوه فإنه لا يحنث وإن كان يتناوله العموم. وفي المثال الذي ذكرنا إذا نوى بالخصوص العموم، لو حلف لا يشرب الماء لفلان ونيته قطع المنة تناول جميع ما لفلان من الأشياء من الماء وغيره، فهذا لفظ خاص لكنه نوى به العموم فيعمم. أما اللفظ العام إذا نوى به الخصوص فيخصص، مثل اللحم إذا نوى لحما معينا فلا يتجاوز إلى غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم. كذلك حلف لا يكلم رجلا، ظاهر لفظه أنه ما يكلم جميع الرجال، لأن رجلا نكرة، لأن رجلا نكرة في سياق النفي فتعم جميع الرجال، فلو مشينا على ظاهر اللفظ فإنه لا يكلم أي رجل وإلا يحلف، لكن هو يقصد رجلا معين، يقصد زيدا مثلا، فلا يحنث إلا إذا كلم هذا الرجل، أما إذا كلم غيره فلا، لا يحنث لأنه لم ينوه. نعم. حلف لا يتغدى، فظاهر لفظه أنه يحرم عليه جميع ما يسمى غداء، لكن هو قال أنا قصدي ما أتغدى التمر، أما لو أكل طعاما أو فاكهة قال أنا ما نويت هذه الأشياء، نقول يختص اليمين بما نويت، يختص بالتمر مثلا، فهذا عموم أريد به الخصوص. نعم. ومنه أن يحلف على ترك شيء مطلقا ويريد وقتا بعينه، لو حلف على شيء، على ترك شيء مطلق في جميع الأوقات، لو قال والله لا ألبس هذا الثوب، ظاهر لفظه أنه لا يلبسه أبدا في جميع الأوقات، لكنه قال لا أنا ما نويت أنا قصدي باليمين إني ما ألبس هذا الثوب يوم السبت مثلا أو يوم الجمعة، هذه نيتي، نقول لا بأس، ما تحنث إلا إذا لبسته في اليوم الذي نويت، أما اليوم الذي لم تنوه فإنه لا تمنع من لبسه ولا تحنث حسب نيتك، فهو أدرى بنيته. نعم. هذا يراد بالخاص العام. نعم. نعم. فإذا نفى بشرب الماء في حال العطش على استناد كل نفع يصل إليه منه ويمتن به عليه كان صحيحا. نعم. فإن لم يكن تقوية رجع إلى سبب جنبه ومعنية جماعة. إذا كان ما نوى يمينه شيئا معينا، حلف بس، فبماذا نفسر اليمين؟ يرجع إلى عموم اللفظ، يرجع إلى سبب اليمين، إلى سبب اليمين، نقول ما هو السبب الذي حلفت من أجله؟ فإذا قال سبب اليمين كذا وكذا حملنا اليمين عليها، على السبب فقط ولا نعممه على كل شيء، لأن السبب يدل على النية، السبب يدل على النية. نعم. فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لأنه دال على النية. وقال الشافعي رضي الله عنه لا عبرة بالنية والسبب فيما يخالف له. نعم. لأن الحلف مخالفة ما عقد عليه اليمين، واليمين لفظه، هذا كلام الإمام الشافعي، ونحن نتكلم عن مذهب الحنابلة الآن.
فإدخال مذهب الشافعي علينا هذا تشويش على الأذهان. نعم. ولنا يعني الحنابلة. نعم. أعطنا مدلول الرجوع إلى سبب اليمين بس، خلى الاستدلال والرد على الشافعي. نعم. مسألة. نعم. فإذا حلف لا يكلف رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غذاء بعينه اختصت يمينه به كما ذكرنا. نعم. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع مدته هذا لكل ما فيه جمله، لأنه من الأيمان على النية لا على الأرض، ونيته قطع منه فيحلف بكل ما فيه منه. نعم. مسألة. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع مدتها فباعه وادفع بثمنه حلف بذلك. لو حلف لا يلبس هذا الثوب الذي غزلته امرأته أو أي امرأة وأراد قطع المنة فإن اليمين لا يقتصر على اللبس بل يتناول البيع، فإذا باعه وانتفع في ثمنه حنث ولزمته الكفار. قال أنا ما حلفت على البيع، أنا حالف على اللبس. قلنا لا، أنت ناوي قطع المنة، وكل ما فيه منه لهذه المرأة فإنك تحنث به معاملة لك بنيتك. نعم. إذا حلف لا يقضينه حقه غدا لكنه قضاه اليوم قبل غد لم يحنث، يعني قصده أنه ما يطول عليه التأخير، فإذا قضاه اليوم صار من باب أولى بالبر باليمين، يعني قصده باليمين أنه ما يطول عليه المطالبة، فإذا بادر وقضاه اليوم قبل غد الذي حلف لا يقضينه فيه فإنه لا يحنث معاملة له بنيته. نعم. لأنه ترى هذه اليمين إذا لم يكن له نية في التعجيل ولا سبب لليمين معروف فإننا نحصر الوفاء بغد، إذا قال والله لأقضين حقه غدا وليس له نية في التعجيل ولا سبب هيج اليمين فإن الأمر يتعلق بالمحلوف عليه وهو القضاء في الغد، فلو قضاه اليوم لزمته الكفارة أنه خالف يمينه بناء على الظاهر. نعم. لا، هذا على أمر مستقبل، واليمين إذا كانت على أمر مستقبل ممكن ليست لغوا منعقدة، اللغو ما كان بغير قصد أو كان على أمر ماضي. نعم. كذلك
إذا لم يكن له نية ولا سبب لليمين كما لو حلف لا يصومن شعبان، فلو صام رجب بدله قلنا تلزمك الكفارة لأنك لم تفي باليمين الذي حلفته، ولا هنا صارف يصرف عن شعبان، ما هناك صارف لا نية ولا سبب، فيبقى اليمين على ما هو عليه وهو صيام شعبان. نعم. نعم. لم يبر. نعم. مثل صوم شعبان، لو حلف لا يأكلن هذا الطعام غدا وأكله اليوم لزمته الكفارة لأنه خالف اليمين، لأنه حلف على أكله من الغد، فإذا أكله اليوم خالف اليمين يلزمه الكفارة حيث لا نية ولا سبب. نعم. وإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا لم يبر، لأن اليمين في الإفتاء لا يبر فيها إلا بجميع المحذوف عليه. لو أكله كله اليوم أو أكل بعضه لم يبر بيمينه، بل عليه الكفارة لأنه أكل بعضه اليوم، فإذا أكل بعضه من الغد لم يكن آكلا له كله، واليمين تتعلق به كله من الغد. نعم. إذا حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة ريال لكنه باعه بمئة وعشرة، هو قصده أنه ما ينقص عن مئة، هذا لا يمنع الزيادة، فهذا لا إذا باعه بمئة وعشرة هو حلف ما يبيعه بمئة لا حنث عليه، لأنه إنما قصد منع النقص ولم يقصد منع الزيادة، إنما يحنث لو باعه بأقل من مئة، إنه يحنث تلزمه الكفارة، أما إذا باعه بأزيد فيمينه لا تتناول ذلك. نعم. مسألة، وإن حلف أن يتزوجن على امرأته يريد غيرها لم يبر إلا بتزوجه من مرادته. نعم. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيرها لم يبر إلا بتزوجه من مرادته ما سقط. إذا حلف لا يتزوجن على امرأته يريد إغاظتها، فلو تزوج بامرأة لا تغيظها لم يبر بيمينه حتى يتزوج امرأة تغيظها، لأن هذا هو قصده، فلو تزوج بامرأة لا تغيظها لم يبر بيمينه تلزمه الكفارة لأنه خالفها، خالف اليمين، لأن ما هو قصده التزوج فقط، إنما قصده مع التزوج الإغاظة ولم تحصل. نعم. مسألة، وإن حلف لا يغلبنها يريد تأليمها لم يبر إلا بفرض يلزمها، لأنه قصد ذلك وبلغ مبنى الإيمان عن القصد والنية. لو حلف لا يضربنها، لا يضربن امرأتي، يضربن امرأته، فضربها ضربا خفيفا تحلة اليمين بزعمه لم يبرأ بذلك، لأنه نوى إيلامها، وهذا الضرب الذي ضربه لا يؤلمها فلم يحصل المقصود، وإنما هذا من باب الحيلة فقط وهو لا يفي بالغرض. نعم. مسألة، وإن حلف لا يضربنها عشرة أسواق فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر. إذا حلف لا يضربنها عشرة أسواق
يعني عصي، فجمع 10 عصي جميع وضربها بها مرة واحدة لم يبر بيمينه، لأن قصده 10 أسواط متفرقة، وهذه ضربة واحدة فهي عن صوت واحد، فهي عن صوت واحد، وباقي 9، لأن المجرى على ظاهر اللفظ، وهذا احتيال لا يحصل به المقصود، وإنما هذا في حق في الحدود، هذا في الحدود، إذا وجب الحد 100 جلدة على شخص زنى وهو بكر وهو ضعيف لا يتحمل، ما يتحمل 100 جلدة، ضعيف البنية أو مريض، فهذا قد يفتى بأنه يضرب بعرجون فيه 100 شمراخ، يكون هذا من باب الرخصة، كما أفتى الله سبحانه أيوب عليه السلام أن يضرب زوجته في ضغث فيه عدد شماريخ السياط التي حلف أن يضربها بها، قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فهذه فتوى يحتاج إليها عند الضرورة، أما هنا فليس فيه ضرورة، وليس هذا حدا من الحدود، وإنما هو متعلق بيمين، فلا بد من الوفاء بها، وإن لم يفي بها فإنه يكفر. قد تقولون إن الضرب هذا معصية وضرر على المرأة، يقول ما يلزمه يضربها، يكفر كفارة يمين، المهم إنه لو ضربها ضربا باحتيال ما أجزأ، أما إنه يكفر ولا يضربها هذا أحسن. الإنسان إذا حلف على شيء وكان عدم الوفاء به أحسن فإنه يكفر عن يمينه، قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ويقول سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. إذا حلف الإنسان أنه ما يتصدق يقول: لا تفي بهذه اليمين، تصدق ولكن كفر كفارة يمين واترك هذا اليمين، لأن تركها خير من الوفاء بها. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل المعروف والبر. نعم. حلف حالف أن يضربها لأنها خالفته في بعض، وهو مريض في حالة المرض، خالفته فغضب عليها فحلف لا يضربنها 100 جلدة، ونظرا لبرها به وإحسانها إليه أفتاه الله بهذه الفتوى: وخذ بيدك ضغثا، يعني عرجون نسميه عذق النخلة، فاضرب به ولا تحنث. كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل ضعيف البنية وقع على امرأة بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بعرجون فيه 100 شمراخ. نعم. لأنه لا يفهم من ضرب 10 أصوات إلا 10 ضربات متفرقات فيجب أن يحمد اليمين عليه. نعم. ولأن الصوت آلة وقيل مقال المصدر وانتصر انتصاره، ومعنى كلامه لو الله جل وعلا يقول في القذفة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فلو جمع 80 عصا وضرب بها مرة واحدة ما أجزى هذا إلا عن جلدة واحدة، لا بد من 80 جلدة متفرقة. نعم. وأما قوله سبحانه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث،
فإن الله سبحانه خص بها أيوب عليه السلام وأخص له ولذلك أثنى عليه، وكذلك المريض الذي يخاف عليه الكلام وأخص له. نعم، هذا لأيوب عليه السلام وللمريض الذي لا يستطيع لا يتحمل إقامة الحد عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرويجل الذي وقع على امرأة وهو لا يتحمل الحد. نعم. مسألة كيف قدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما حججها فيقول مقام نيته بدلالته عليها. نعم. فإن قدم ذلك يعني علم السفر والنية جميعا عملت على ظاهر الأرض. إذا هذه المرحلة الثالثة، إذا عدمت النية وعدم السبب الذي به نعرف النية، ماذا نعمل باليمين؟ تحمل على ظاهرها، تحمل على ظاهرها. فلو حلف لأعتقن عبدا، أجزأ أي عبد، أجزأ أي ما يقع عليه الاسم، أي عبد يعتقه أجزأ عن يمينه، لأنه لم يعين، يقول العبد الفلاني أو عبدا صفته كذا وكذا، عبدا شابا أو عبدا متعلما، قال عبدا وأطلق، فأي عبد يعتقه تبرأ به ذمته من اليمين. كذلك لو حلف ليأكلن لحما، ليأكلن لحما، أجزأ أي لحم يأكله، لأنه ما فيه نية للحم معين ولا فيه سبب يدل على نية، فأي لحم يأكله يحصل به البر أو البر باليمين. نعم. ولو حلف لا يتصدقن ولم يبين، فإنه يبر بيمينه بأي صدقة يخرجها، ولو درهم، ولو أي شيء ينتفع به، أي شيء ينتفع به تبر به يمينه، لأنه لم يعين صدقة لا دراهم، لم يعين دراهم ولا طعاما ولا كسوة، فأي صدقة يتصدق بها وفيها نفع للفقير فإنه يكون بارا بيمينه لعموم اللفظ. نعم. يرجع إلى اللفظ، واللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام يسمونها الحقائق الثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فأيها يقدم؟ تقدم أول الحقيقة الشرعية. فلو حلف ليصلين، الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع هي الأقوال والأفعال المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع. فعلى أي الحقيقتين يحمل اللفظ؟ يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، على الصلاة المعروفة. فلو دعا فقط ما بر بيمينه، لأن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. نعم. مسألة: وتتناول اليمين الصحيحة والفاسد، وتتناول اليمين الصحيحة دون الفاسد. الصلاة الصحيحة دون الفاسدة. فلو حلف لا يصلين ثم صلى صلاة غير صحيحة لم يبر بيمينه، لأن هذه ليست صلاة شرعية، وهو إنما يبر بيمينه إذا صلى صلاة شرعية. ولو اقتصر على الدعاء ما بر بيمينه، لأن هذا الدعاء لا يسمى صلاة في الشرع، وإنما هذا في اللغة: صل عليهم أي ادعو لهم. نعم. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحدث،
لو حلف لا يبيع شيء ثم باع بيعا فاسدا، يعني باع شيئا محرما، مثلا باع ميتة أو لحم خنزير أو آلة له، نقول هذا حرام، ولكن لا تحنث بيمينك لأن هذا ليس بيعا شرعيا. البيع الشرعي يتناول البيع الصحيح وهو بيع المباح، بيع المباح. نعم. أما إذا حلف لا يبيع الخمر أو لا يبيع الحر ثم باع الخمر، يعني قيد، هذا قيد، فإنه يحنث بصورة البيع ولو لم يكن البيع صحيحا، صورة البيع يحنث بها ولو كان هذا البيع غير صحيح في الشرع. نعم. مسألة، وإن لم يكن له ركن شرعي وكان له ركن في العادة كالدابة والضعيرة قبلت يمينه عليه. إذا لم يكن له عرف شرعي يحمل على الحقيقة العرفية، ما تعارفه الناس، ما تعارفه الناس، فيحمل يمينه على عرف الناس. فإذا حلف ليشترين دابة، الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الأرض من الآدميين والبهائم كله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا يشمل جميع ما دب على الأرض من الآدميين وغيرهم. لكن في عرف الناس أن الدواب هي ذوات الأربع، فإذا حلف ليشترين دابة نرجع إلى عرف الناس في الدابة وهو ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم والخيل نعم. فلو اشترى عبدا ما برت يمينه لأن هذا ليس هو العرف، العرف عند الناس أن الدابة هي ذوات الأربع. نعم. لأن الظاهر أنه أراد ذلك، فلو حلف ما أرضه دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير لأن الدابة اسم لذلك العرف. نعم. مسألة، لو حلف لا يشم الريحان، الريحان عند الناس هو الفارسي، هو الريحان الفارسي، فلا يحنث إلا إذا شم الريحان الفارسي، أما لو شم ريحانا غير الفارسي لم يحنث، لأن الناس لا يعرفون الريحان إذا أطلق لا على الريحان الفارسي، هذا يمكن في عهد المصنف. نعم. لو حلف لا يأكل شواء فإنه يحنث بكل ما شوي بالنار من اللحم والبيض وكل ما شوي بالنار، لأنه يصدق عليها أنه شواء أو مشوي. نعم. لأن هذا في عرف الناس. نعم. لو حلف لا يطأ امرأته، الوطء يتناول الوطء بالرجل ويتناول الوطء بالجماع، لكن عرف الناس أن المراد به الجماع، فإن يمينه تتعلق بالجماع فلا يحنث إلا إذا جامع امرأته، ولو وطئها برجله لا يحنث، لأن هذا ما هو بعرف الناس، عرف الناس أن الوطء المراد به الجماع. نعم. لو قال والله ما أطب دارك فإنه يحنث بدخوله في الدار سواء كان ماشيا أو محمولا أو راكبا، لأن قصده الدخول، ما أطب دارك يعني ما أدخله، وليس القصد هو الوطء بالرجل، إنما القصد هو الدخول، وهذا عارفينه الناس، يقول والله ما طابه يعني ما أجي لمه، لبغي إنه يمتنع من مكان أو من أرض، أو قال والله ما طابه، هو قصده الوطء بالرجل، قصده إنه ما يدخل هذا الشيء على أي صفة كان.
فإذا دخله حصلت مخالفة اليمين تلزمه الكفارة. قال أنا ما وطيت برجلي، أنا محمول أو أنا راكب. إن لا، أنت قصدك أنه الوطء في عرف الناس هو الدخول على أي صفة؟ نعم. مسألة: وإن تلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، يأمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، لأن لفظه عام في ذلك. لو حلف لا يأكله رأسا فإنه يحنث بأكله من كل رأس، سواء رأس بعير أو رأس شاة أو رأس دجاجة أو رأس ظبي أو أي رأس، يحنث بذلك، لأن كلمة رأس عامة جميع الرؤوس. لا يأكل لحما، يتناول كل لحم من حيوان أو من دجاج أو من سمك أو من، نعم، لأن اللفظ عام. هذا كما سبق، إذا كان له نية رجعنا إلى النية، لكن الكلام على اللي ما له نية. نعم. وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: لا يحلف بأكل السمك إلا أن ينويه بيمينه، لأنه لا يسلك إليه فتأخذ اسم اللحم. ابن أبي موسى من كبار الحنابلة، وهو يخرج لحم السمك عن مسمى اللحم، لأن الناس إذا أطلقوا اللحم لا يريدون به السمك، عرفهم كذا، قالوا لحم تأكل لحم ولا سمك، هذا عرف الناس، إن بينهم فرق. أما المذهب لا، ما يفرق، يقول كله لحم. نعم. لأنه لا يصرف اللحم عند الناس يعني، فلو وصيت واحد يشري لك لحم وجاب لك سمك، يقول أنا ما وصيتك على هذا، أنا وصيتك تجيب لي لحم. هذا العرف عند الناس، هذا قريب جدا، كلام ابن أبي موسى قريب. نعم. فإنه لما رأى أخي له أن يشتري له لحما اشترى سمكة لم يلزمه قبوله، يقول أنا ما وكلتك تشري لي سمك، أنا وكلتك تشري لي لحم، فيجوز له رده. نعم. ويصف أن ينفي عنه الإثم فيقول: ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا. يصح للإنسان أن يقول: ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا، هذا دليل على أن السمك لا يطلق عليه اسم اللحم عند الناس. نعم. فلم يتعلق به الحديث عند الإطلاق، فما لو كلم لا يقعد تحت سقف لا يهدم بالعلو تحت السماء، لأن السماء سقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا، لكن في عرف الناس مراد بالسقف سقف البيت أو البناء، المساكن أو المساجد، هذا عرف الناس. وإن كان لفظ السقف يتناول السماء لأنها سقف أيضا، لكن عرف الناس خصص السقف بسقف البنيان المعروف. نعم. وقد سماها الله تعالى سقفا محفوظا لأنه مجاز كذا هنا. نعم. ولنا قول الله سبحانه وتعالى: ولنا، هذا رد على ابن أبي موسى، رد على ابن أبي موسى، يعني لنا المذهب الذي يعمم اللفظ في السمك وغيره. نعم. ولنا قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ابن أبي موسى يقول اللحم إذا أطلق ينصرف إلى غير السمك، نقول إن الله سمى السمك لحما في قوله تعالى: تستخرجوا منه لحما طريا، يعني سمكا. نعم. وقال تعالى: ومن كل تأكلوا لحما طريا، من كل، من البحر المالح والبحر الحلو الذي هو الأنهار، تأكلون لحما طريا، فسماه لحما وهو سمك. نعم. لا، أولا الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم اللغوية، إذا تعذرت الشرعية والعرفية يرجع إلى اللغوية، آخر شيء. نعم.
ولأنه من جسم الحيوان فكان لحما كسائر اللحم. ولأن لحم السمك من جسم حيوان فيكون لحما كسائر اللحوم. هو الدلالة الظاهرة من الآيتين لحما ومن كل تأكلون لحما طريا. نعم. وما ذكره يقتل بلحم العصافير وصغار الطير فإنه لحم مهما ذكره. لحم العصافير ولحم سائر الطيور يسمى لحما، فلو تناول منه وهو حالف على ترك اللحم حنث عندهم، يعني عندهم انه يحنث في لحم العصافير، فكيف لا يحنث في لحم السمك؟ هذا من باب الالزام يا لابن ابي موسى. نعم. ودعوى المجاز تحتاج الى دليل، الاصل الحقيقه فيحمل كلام الناس على الحقيقه ولا يصار الى المجاز الا عند تعذر الحقيقه، والحقيقه هنا غير متعذره فيحمل اللفظ عليها. نعم. وأما السماء فإن الحالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من الخلود تحته، فلم يكن مراده بيمينه بخلاف ما نحن فيه. أما أن السماء سقف فالحالف لا يريدها، لأنه يريد السقف الذي يتحرز من الجلوس تحتها، أما السماء فلا يمكن التحرز من الجلوس تحتها لأن كل الناس تحتها. وين تصير؟ لا صرت ما تب تحت السماء وين تصير؟ هذا مستحيل، ما لحد خروج عن السماء، فهو لا يريد هذا، إنما يريد السقوف التي يمكن تحرز منها والخروج عنها وهي السقوف المعروفة. نعم. مسألة، والأدم الإدام يعني كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائل وجامد كاللحم والبيض. الإدام كل ما يستساغ به الطعام سمى إدام، ويسمى صبغ، وصبغ للآكلين يعني الزيتون. وكل ما يؤتدم به حتى الملح يسمى إداما. وكل ما يسوغ أكل الطعام فإنه يسمى إداما. فلو حلف لا يأكل إداما تناول كل ما يؤتدم به حتى الملح حتى الزيت حتى السمن والودك و... نعم. كل ما يؤتدم به يعني يسوغ به أكل الطعام من جبن أو زيت أو زيتون أو ملح أو غير ذلك كله يسمى بالإدام. فإذا حلف لا يأكل إداما تناول هذا كله، فلو أكل بيضا أو أكل زيتونا أو أكل ملحا فإنه يحنث، لأن هذه أدم تسمى أدما. نعم. وقال أبو حنيفة ما لا يشترط به ليس بأدم. نعم. وقال أبو حنيفة ما لا يشترط به يصطبغ به يعني يسوى به الطعام، معنى شيء كل هذه يصطبغ بها الطعام بدون ملح لا يؤكل، يصطبغ به الجبن والزيتون وكل هذه يصطبغ بها، ما تستسيغ الخبز إلا بها. نعم. لأن كل واحد منهما يرفع إلى الفم مقدرا. نعم. نعم ما له وجه كلام هذا، ما له وجه. نعم. ولنا نوم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الإدام اللحم، فسمى اللحم إداما، دل على أن كل ما يسوغ الطعام ويشهيه فإنه يسمى إداما. كل ما يسوغ الطعام ويشهيه للآكل يسمى إداما. نعم. ولأنه مبتدأ به بعادته أشبه ما يصطبع به. نعم. فلا عبرة برفعه مفردا، لأن الله يستوي على المرء والبلد الذي هو حقيقة الأكل. وكأن أبا حنيفة رحمه الله يقول أن الإدام يختص بالشيء الذي لا يؤكل وحده،
الشيء الذي لا يؤكل وحده. وأما ما يمكن أن يؤكل وحده منفردا كاللحم والبيض هذا لا يسمى إداما، بل يقال أنه طعام مستقل. نعم. وجمع صلى الله عليه وسلم بين خبزة وتمرة وقال هذه إدام هذه. نعم نعم. نعم. وقال القاضي أكله مع الخبز لأنه يسوغ الخبز. أما لو أكل الملح وحده فهذا توقف فيه الإمام أحمد، لأنه الملح لا يؤكل وحده، لا بد أن يوضع مع الطعام. نعم. مسألة، وإن حلف لا يسوغ دارا مسألة وإن حلف لا يسوغ دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أكلمه الخروج منها هلك. إذا حلف لا يسكن دارا تناولت يمينه كل ما يسمى سكنا، فلو حلف وهو فيها ساكن فإن استمر بعد اليمين في الدار حنث ولزمته الكفارة، وإن خرج فهي فقد بر بيمينه، فاستمراره سكنا، قصده أن استمراره والاستدامة تعتبر سكنا. نعم. لأن استدامة السكنة كابتدائها ويوقوع اسم السكنة عليها. نعم. ألا ترى أقول سكنت هذه الدار شهرا كما نقول لبست هذا الثوب شهرا. نعم. مسألة، وإذا قام بنقل وحده وقماشه لم يعتد. أما مجرد وجوده في الدار على هيئة الانتقال فهذا لا يحنث به، لأن هذا أمر ضروري، يعني قدر ما ينقل متاعه منها ويتمكن من إخلاء الدار هذا لا يعتبر مخالفة لليمين، إنما لو استقر فيها وجلس هذا هو الذي يعتبر مخالفا لليمين. نعم. لا يتحقق الانتقال إلا بإخلاء الدار من أغراضه وحوائجه. نعم. فيحتاج إلى أن يأخذ ذلك معه حتى يكون منتقلا. نعم. وعن زهرة أنه يحدث وإن انتقل بالحال. لا حول ولا قوة. زفر هو زفر بن الهذيل صاحب الإمام أبي حنيفة. زفر بن الهذيل أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة. زفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن هؤلاء هم أخص تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. نعم. وشدد في هذا، زفر شدد في هذا، قال بمجرد بقائه في الدار بعد اليمين يحنث ولو كان يترحل منها، ولو كان أنه يترحل منها. نعم. مجرد وجوده في الدار بعد اليمين سكن ولو كان على هيئة الانتقال، ايش يسوي يا جل؟ نعم. وليس بصحيح، ليس كلام زهر رحمه الله بصحيح. نعم. وليس بصحيح، فإنما لا يمكن الاحتراز منه لا تقع اليمين عليه. هذا شيء لا يمكن الاحتراز منه، يقول مجرد ما يتلفظ باليمين انه ما يسكن الدار يحنث بوجوده فيها ولو لحظة، هذا ما يمكن التحرز منه. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وليس بصحيح، فإنما لا يمكن الاحتراز منه لا تقع اليمين عليه، ولا إفراد باليمين، ولأنه تارك والتارك لا يسمى ساكنا. نعم. مسألة، وإن أقام لأهله قماشه، وإن أقام هذا أوسع، يعني يسامح حتى ينقل قماشه وأهله من الدار ولا يبقى له فيها شيء،
ولا يعتبر في ذلك مخالفا لليمين لأن هذا شيء ضروري. نعم. وقال الشافعي يحنث، يعني إذا توسع في التأخر يحنث عند الشافعي، إذا توسع في التأخر يحنث عند الشافعي، كأنه يقول يأخذ الشيء الضروري، أما الشيء الذي ليس بضروري فهذا بإمكانه أن يرسل غيره لإخراجه وهو يخرج. نعم، هذا يمكن وجه كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. ولنا أن الانتقال إنما يكون في الأهل والمال، فمذهب الحنابلة هو أوسع، أوسع من قول زفر وأوسع من قول الشافعي، حيث سامحوه في نقل متاعه وأثاثه ولو كان يستغرق هذا وقتا طويلا، لأن هذا شيء لا بد منه. نعم. وإن الانتقال إنما يكون في الأهل والمال فلا تقام لهم عليها. نعم. مسألة، وإن جاهد إلى أن أقام حتى يصبح أو قام على نفسه أو ماله فأقام في طلب المهلة ينتظر دوال المال منها أن يحترف. إذا أقام في الدار مضطرا أو لأجل ترحيل، وإنما مضطرا، هو حلف بالليل وين يروح بالليل وعليه خوف، فإقامته إقامة ضرورية لم يحنث بذلك بقدر الضرورة. نعم. وإن مكث أيام وليالي لأن إقامته دفع ضرر واقتضار، يعني لا يحنث ولو أقام أياما وليالي ما دام أنه ضرورة، ما دام أن إقامته ضرورة فلا حنث عليه ولا عليه كفارة. نعم. إنما إذا قام باختياره من غير اضطرار هذا هو الذي يحنث. نعم. لأن إقامته إلى اضطرار وانتظار الإنسان لا تسمى سكنة، وإنما هي لدفع الضرر فقط. نعم. كفارة اليمين بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني فقراء، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا من الطعام العالي ولا من الطعام الردي بل المتوسط، أو كسوتهم، كسوة العشرة، كل واحد له ثوب، كل واحد له ثوب، أو تحرير رقبة، يعني عتق، مخير بين هذه الثلاث، أفضلها العتق، أفضلها العتق ثم الإطعام ثم الكسوة، لكن الله جل وعلا بدأ بالأسهل فالأسهل، إطعام ثم كسوة ثم عتق، مخير بين هذه الأمور، فإذا لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، قيل معناه لا تحلفوا، الإنسان يحافظ على اليمين فلا يكثر من الأيمان ويبادر باليمين، لا يحلف إلا عند الحاجة، وقيل معناه إذا حلفتم فكفروا، حفظ اليمين هو التكفير، كفروا عن أيمانكم إذا حنثتم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم. باب كفارة اليمين، وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يحتاجون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لأن هنا أطلق تحرير رقبة مطلق، ولكن في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك. نعم. أجمع المسلمون على أن الحالف في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء أكسى وإن شاء أعتق، والإطعام مقداره لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، نصف الصاع أي 1.5 كيلو، والمذهب أنه مد، أن المقدار مد ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي،
ولكن الراجح أنه نصف الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الذي حلق رأسه: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فنص على النصف في كفارة المحظور في الإحرام، فيقاس عليها مقدار الكفارة المطلق في كفارة اليمين. نعم. أجمع المسلمون على أن الحالف في يمينه اختيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء عفا، أي ذلك فعل الإنساء، لأن الله سبحانه عرف هذا الاتصال فأعطاها على بعض بفرض فرض وجه للتخيير. حرف أو للتخيير من معانيها التخيير، وهو المراد هنا: خير، أبح، قسم، بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي. فأول معانيها هو التخيير، خير، فتحمل على التخيير. أما إذا أريد الترتيب فإنه يؤتى بثم، يؤتى بثم هي التي للترتيب. نعم. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بذنوب أيمانكم. إما ثم وإما الفاء، إما بثم وإما بالفاء، فما عطف بالفاء أو بثم فهو للترتيب، أما ما عطف بالواو أو بأو فهو للتخيير. نعم. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بذنوب أيمانكم، ولا تؤاخذكم ما عقد. واللغو في اليمين هو ما تقدم، إنه ما يجري على اللسان من غير قصد، مثل لا والله وبلا والله، أو اليمين التي حلفها على أمر ماضي بناء على غالب ظنه فتبين بخلافه، هذا لغو ليس فيه شيء، لا إثم ولا كفارة. نعم. أوسط كما ذكرنا ليس بالجيد، ما يلزمه يعني الجيد ولا يجوز من الردي، لابد من الوسط، ولو أخرج الجيد يكون هذا أفضل، لكن لا يلزمه. نعم. إلا ما يأكله هو وأهله. نعم، هذا هو العدل. نعم. فلو أطعم 5 ما بقي عليه 5، لو دفع مثلاً 15 كيلو ال5 فقراء يقول: ما أجزاء عنك إلا 5، باقين عليك 5، قال: أنا دفعت الكفارة كلها 15 كيلو، أعطيتها إياه. نقول له: ولو الله نص على 10، لابد من استيفاء 10. نعم. ونص على 60 في كفارة الظهار، لابد من 60. نعم، فالعدد مقصود. نعم. ما تبرأ ذمته حتى يعلم أنه عطى 10. نعم. يعتبر فيهم يعني في المساكين. نعم. الأول يكون مساكين يعني فقراء لا يجدون شيئا أو يجدون شيئا قليلا لا يكفيهم، هؤلاء هم المساكين. المساكين هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون شيئا قليلا لا يكفيهم. نعم. وهم الصنف الذي يدفع عليهم بالزكاة. نعم. والفقير داخل فيهم لأنه مسكين وزيادة. الفقير أشد حاجة من المسكين، فقير لا يجد شيئا. نعم، ولكنه يدخل في المسكين، إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير والعكس. وهو يكذب على زوجته من باب حديث تفرد امرأته، فهل إذا حلف بيمينه يكذب عليه؟
أولا الكذب الذي رخص فيه على الزوجة هو الكذب للمصلحة إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كان ليس فيه مصلحة فإنه حرام على الزوجة وعلى غيرها. فلا يحلف كاذبا على الزوجة إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. ثانيا لو حلف، لو قال لها شيء وحلف عليه، حلف لها ليعملن كذا، ليشترين لها كذا، أو ليعطينها كذا، فإنه يحنث إذا خالف يمينه، يحنث عليه الكفارة إذا خالف يمينه. نعم، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذه يمين منعقدة تلزم فيها الكفارة. نعم. إذا كان على أمر المستقبل، إذا حلف يريد الإصلاح على أمر المستقبل وخالف اليمين وجبت عليه الكفارة لعموم الآية. أما لو حلف على أمر ماضي فهذا ليس فيه كفارة كما سبق، لكن إن كان متعمدا الكذب فإنه يكون اليمين الغموس، وإن لم يكن متعمدا الكذب فهي لغو، ليس فيها إثم ولا كفارة. نعم. فلا يلجأ الإنسان إلى الأيمان، مش الداعي أنه يلجأ لليمين. نعم. لا يجوز، هذه الغموس، إذا كان متعمدا فهي الغموس. نعم. نعم، الحقائق ثلاث: شرعية وعرفية ولغوية. تقدم الشرعية أولا، ثم العرفية، ثم اللغوية، على هذا الترتيب. نعم. اقرا العبارة، وين العبارة في الكتاب؟ وإن حلف لا يأكل، وإن حلف لا يأكل شوها فأكل لحم مشوية ثلاثة، وإن أكل الطيب مشوية ثلاثة. كذلك ما قال لم يحنث، فلم يحنث كذلك، لأنه يعتبر شواء. نعم، تراجع النسخ الصحيحة، كان في مخطوطة إيه والسلفية، ما هي مصححة، تأتي إلى رجوع إلى أصل النسخ، لكن الظاهر أنه كله واحد، البيض المشوي واللحم المشوي كله شواء لغة. نعم. ما يجمع بينهن، ما هو بيجمع بينهن، إنما على الترتيب: أولا الشرعية، ثم إذا تعذرت الشرعية فالعرفية، فإذا تعذرت العرفية فاللغوية، أما الجمع بينهن لا يمكن. نعم. إذا أقسم رجل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. هذه أشد، أن يعني يقتطع بها، أولا أنه استهان باليمين وحرمة اليمين، وثانيا أنه أكل مال غيره بغير حق واقتطع بها مال غيره، فالإثم فيها مضاعف والعياذ بالله. فلا تجوز اليمين عند القاضي إلا مع الصدق والبر. نعم. بعض الناس لا يعتد بالتخيل بالكفارة، وإنما ينتقل إلى الصيام مباشرة، ما حكم هذا الفعل وماذا أنا أفعل هذا؟
هذا لم يكفر. إذا انتقل إلى الصيام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه لا يجزيه الصيام، لأن الله إنما جعل الصيام على من لم يقدر على أحد هذه الأمور الثلاثة، ويجب ترتيب ما رتبه الله سبحانه وتعالى. فلو صام وهو يقدر على أحد الثلاثة الإطعام أو الكسوة أو العتق لم يجزئه صيامه عن الكفارة. نعم. ما أعرف هذا، ما أدري والله، ما أدري، لكن الحلف بالقرآن صحيح، حلف بصفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات. فالاستعاذة بكلمات الله، الاستعاذة لا تجوز إلا بالله أو صفة من صفاته، وكلماته صفة من صفاته، فإذا جازت الاستعاذة بها جاز اليمين بها وتلزم بها الكفارة، مثل اليمين بالله سبحانه وتعالى. وأما الحلف على المصحف هذا لا أصل له، ولا يجب أن المصحف يتخذ للحلف عليه، أي من باب الاستهانة بالمصحف، ومن العوائد التي لا أصل لها. نعم. ما يحلف على المصحف، هذا من فعل الجهال، ما يحلف على المصحف. نعم. كفارتها الاستغفار والتوبة، اليمين الغموس كفارتها الاستغفار والتوبة، وإن كان أخذ بها مالا، إن كان أخذ بها مال امرئ مسلم وجب عليه رد المال إلى صاحبه. نعم. فضيلة الشيخ، ألا يكون ذكر المؤلف رحمه الله لمذهب الشافعي وذكر الأول يناسب منهجه، خاصة أنه أخبر عنا في نهاية الكتاب يناسب الانتقال وإعداد الأذهان لمرحلة الأخرى؟ المختصرات لا تذكر فيها المذاهب، وإنما يقتصر فيها على مذهب واحد، أما المطولات فإنها هي محل ذكر المذاهب، فمثل هذا المختصر لا يتسع لذكر المذاهب لأنه يشوش على أذهان الطلاب، هذا موضوع للمبتدئين، فلا ينبغي ذكر المذاهب في شرحه، وإنما يقتصر على حل العبارة فقط. نعم. هذا في اللغة، هذا في اللغة، لكن في العرف لا، الدواب هي ذوات الأربع حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، ذكرنا هذا لكم. نعم. أقول تعالى لأي شخص، أقول الناس دواب، الناس حيوانات، لا ما يجوز هذا، لأن الناس يزعلون لو قلت له أنتم دواب، ما هذا ما هو بدارج على ألسنة الناس، وإن كان جائزا في اللغة، لكن هذا صار العرف خلافه، فأنت تمشي على العرف، ولو جبت المعنى اللغوي فإن الناس يسخطون عليك وربما يطلبون تأديبك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تدفع كفارة اليمين لمسكين واحد؟ قلنا أنه لابد من عشرة، لو دفع إلى مسكين واحد ما أجزى إلا عن واحد، وباقي عليه تسعة، ما تبرأ ذمته إلا بعشرة. نعم. فضيلة الشيخ، هل بهذه المقولة محذور شرعي؟ اللهم إني أعوذ وأستغيثك بحق البيت والحرم. لا يجوز هذا، الإقسام على الله بمخلوق من مخلوقاته لا يجوز، لا سواء البيت أو الرسول أو جبريل أو الصالحين، لا تجوز أن تقسم على الله بمخلوق، كأن تقول أسألك بحق فلان أو أسألك بفلان أو بجاه فلان، هذا كله من الإقسام على الله، ولا يجوز لأحد أن يقسم على الله بأحد من خلقه، وإنما يقسم على الله بالله عند ما يريد الإنسان من الله الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فيقسم بالله لا بالمخلوقات. نعم. حلف بالمخلوق لا يجوز، لا على الله ولا على غيره. أما الله جل وعلا فإنه يقسم من خلقه بما شاء، وأما المخلوق
فإنه لا يقسم إلا بالله. نعم. كيف يعني يقسم على الله؟ نعم. كيف يعني لا يقسم على الله؟ كيف يكون يقسم على الله؟ يقول والله يا رب إن تغفر لي، أو يا الله والله يا رب إن ترزقني. هذا يجوز، لأن هذا حسن ظن بالله عز وجل. أما أن يقول والله ما تغفر لفلان ولا ترحم فلان، هذا حرام. لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإقسام على الله ألا يفعل الخير هذا لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله، تحجر على الله عز وجل، سوء أدب مع الله. أما الإقسام على الله أن يفعل الخير فهذا حسن ظن بالله. نعم. أو يقول الله والله أن تنصرنا، كما حلف البراء بن عازب رضي الله عنه في أحد الغزوات على الله أن ينصر المسلمين، فنصر الله المسلمين، حلف أن ينصر الله المسلمين وأن يرزقه الشهادة، فأبر الله قسمه، نصر المؤمنين ورزقه الشهادة رضي الله عنه. نعم. هذا في الألفية، تراجع الألفية في حروف العطف تلقاه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقوم السجن مقام التغليب في جلد البكر وتغليب سنة؟ هذا عند الحنفية، عند الحنفية أن المراد بالتغريب السجن. الجمهور لا، يقولون التغريب هو نفيه من البلد، نفيه من البلد إلى بلد آخر حتى يفارق البيئة الفاسدة إلى بيئة صالحة. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، نرى بعض الناس يجعلون الشمس عن يسارهم ويصلون على هذه الوسيلة، صحيح أن هناك وسائل لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء؟ لا شك أن الشمس والقمر والنجوم إنها من علامات يستدل بها على القبلة، يستدل بها على القبلة، يعرف بها المشرق والمغرب والشمال والجنوب، يعرف بالنجوم. كذلك وجوه الجبال، يقولون الجبال كلها متوجهة إلى القبلة وجوهها، هذا في الغالب. استدل أيضا بمهاب الرياح، مهاب الرياح من الشمال إلى الجنوب، كل هذه أدلة على القبلة. وإذا أن الإنسان اجتهد وانحرف عن القبلة شيئا يسيرا فهذا لا يضر، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا انحرف الإنسان يسيرا عن اجتهاد وعن تحري فصلاته صحيحة إن شاء الله، لأن إصابة الكعبة مع عدم رؤيتها والبعد عنها هذا مستحيل، ما يمكن أن الإنسان يصيب عين الكعبة وهو بعيد عنها، لكن يجتهد على حسب استطاعته. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر العلماء أن أقل مسافة القصر هي حدود 80 كيلا، لكن إذا كان السفر مثلا إلى جزيرة في البحر وكانت المسافة لا تتعدى 40 كيلا، إلا أن الأمطار لا تصل إليها إلا بعد 5 ساعات، فهل نقصد بذلك وغيرها؟ لا، العبرة بالمسافة، إذا كانت 80 كيلو فأكثر فهي مسافة قصر، لأنها مسيرة يومين للراحلة. أما إذا كانت أقل من 80 كيلو فلا يحل القصر، لأنها أقل من يومين. نعم. ولو كان في مشق صلي كل صلاة في وقتها تماما، لأنه في حكم الحاضر. نعم. من المراد بقول الفقهاء أن الباء في قوله تعالى وسخر رؤوسكم تدل على القلب المشترك، وهذا عندما يكون في إجزاء نصف البعض من الرأس. الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، والرأس إذا أطلق يعمه كله ولا يكفي بعضه، كما قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين في الحج والعمر، فلو حلق بعض رأسه في الحج أو العمر لم يجزي، لأنه لو حلق بعض رأسه ما أجزى عند الجميع. فكذلك التقصير لا بد أن يعم الرأس، فالرأس إذا أطلق يشمل جميعه. نعم. فضيلة الشيخ،
الصوم لا يجزي عنه في رمضان، ما يقضى عنه لأنه عمل بدني فلا تدخله النيابة. وأما الإطعام إن كان شفي وترك القضاء حتى مات فهذا إن كان بين الرمضانين، رمضان الذي أفطر فيه ورمضان الذي بعده، فلا شيء عليه لأنه موسع، قضاؤه موسع بين الرمضانين، ومات هو في وقت السعة. أما إن أخره إلى ما بعد رمضان آخر وهو يقدر على القضاء فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وأما الصوم عنه فلا يجزي لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة، مثل الصلاة لا تدخلها النيابة. نعم. فضيلة الشيخ، نأمل منكم تفسير قوله تعالى واضح، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكنه لم يشأ ذلك لحكمة، من أجل أن يتميز الصادق من الكاذب، ومن أجل أن يكون هناك إرادة واختيار للإنسان ولا يكون مجبرا على الإيمان، وإنما يكون بإرادته واختياره ورغبته هو. فلله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى، وله قادر أنه يهدي الناس جميعا ولا يكون فيهم كافر، لكنه جعل هذا إليهم وإلى اختيارهم ومشيئتهم، ليتميز الصادق من الكاذب، ولأجل أن يكون لهم فعل يثابون عليه. أما لو أجبروا على الإيمان ما صار لهم في ذلك، ما صار لهم في ذلك فضل، أنهم مجبرون عليه. الله حكيم في خلقه وأمره سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.